تتلقى قوات فجر ليبيا التعليمات قبل الانطلاق إلى محاور المواجهات المسلحة مع ما يسمى جيش القبائل الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر في محيط قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس. القادة الميدانيون يحذرون من التوقف في الطرق المعبدة بعد أن أصبحت هدفاً واضحاً للصواريخ الموجهة من قبل ما يسمى بجيش القبائل. الطريق نحو قاعدة الوطية محفوف بالمخاطر، إلا أن القادمين من خط النار للتزود بالذخيرة يبدون حماسة ومعنويات مرتفعة. ناخذ الذخيرة هاي. وكان في مقاومة في بداية شرسة، ولكن كثفنا عليهم نيران ودرنا عليهم ثلاثة محاور، فكان خطة محكمة وانسحبوا بطريقة قصدي سريعة جدا، حتى خيمهم وكذا يعني أغلبيتهم في اللي خلوهم بما فيهم، يعني صار انهيار عندهم، يعني لقينا حتى غنائم عندهم أسلحة. في الطريق إلى نقاط المواجهة يطالعك مسلحون راجلون، وتدل بقايا القذائف على شراسة المواجهات هناك، حيث لم يتبقى مما يسمى بجيش القبائل إلا خنادق معززة بسواتر ترابية، وقد اشتعلت النيران فيما بقي فيها من مؤن. مقاومة عسكرية قوية الحق يا ربي، بأسلحة متطورة مثل الموجه هذا اللي عندهم، حتى واضح داير فينا حالة والله. هذا هو أحد الخنادق الذي كانت تتمركز فيه قوات ما يسمى جيش القبائل، وقد تمكنت قوات فجر ليبيا من التقدم وإخراج قوات جيش القبائل من هذه المنطقة، وتعتبر الآن قوات فجر ليبيا متقدمة في هذا الاتجاه، وهي الآن تحاصر جيش القبائل في قاعدة الوطية وفي محيطها في محاولة لقطع كافة طرق الإمداد عنه. وسط أصوات الرصاص يتناول مقاتلو فجر ليبيا طعامهم، ومن ثم يعودون لاستئناف المواجهات في محاولة للسيطرة على القاعدة التي تشن منها غارات على مواقع في غرب ليبيا. محمود عبد الواحد، الجزيرة، من محيط قاعدة الوطية الجوية بغربي ليبيا.